بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، السيد رئيس الجامعة المستنصرية الأستاذ الدكتور حميد فاضل التميمي المحترم، السيد مدير جامعة الشارقة الأستاذ الدكتور حميد النعيم المحترم، السيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر الناصر المحترم، السيد عميد كلية العلوم الأستاذ محمد فرج المحترم، الأساتذة الكرام من الجامعات العربية والجامعات العراقية وخصوصا جامعتنا الحبيبة المستنصرية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الود والمحبة نلتقي في رحاب كلية الإبداع والجمال، كلية الآداب الجامعة المستنصرية، وعلى منصة كلية الآداب الدولية. يشرفنا اليوم أن نستضيف من هناك من الإمارات العربية المتحدة الأستاذ الدكتور حميد النعيمي مدير جامعة الشارقة ليقدم لنا محاضرة بعنوان الجديد في علوم الفضاء والفلك، مقترح إنشاء وكالة فضاء عراقية. أمسية ثقافية مميزة نتمناها لكم على منصتنا في سطور قليلة، لأن السي في الخاصة بدكتور حميد حقيقة لا ليس عن الوقت لذكرها. مدير جامعة الشارقة، أستاذ فيزياء الفضاء الفلكية، عمل في مناصب عديدة، عميد كلية الآداب والعلوم في جامعة الشارقة، ولديه أكثر من 120 بحث منشور في مجلات محكمة، ويحظى بسمعة على مستوى عالمي بفضل إسهاماته في التعليم والبحث العلمي في حقول الفيزياء وعلوم الفضاء والفلك، وحصل على جوائز عديدة عديدة وخطابات شكر وتقدير من الأمم المتحدة والكثير، بصراحة الكثير، يعني لا يوجد مجال لذكر هذه الأمور في السيفي. لعل أهمها أنه لديه عضوية فعالة في العديد من الاتحادات والمنظمات الدولية في مجال علوم الفضاء والفلك، ومنها المبادرة العالمية لطقس الفضاء بتنظيم من الأمم المتحدة ومنظمات الفضاء الأمريكية ناسا والأوروبية ESA واليابانية JAXA والكثير الكثير. يتفضل السيد رئيس الجامعة المستنصرية الأستاذ الدكتور حميد فاضل التميمي بإلقاء كلمته. مشكورا، تفضل دكتور، الكلمة لك. شكرا دكتور مهند، وان كان الصوت انا وصلني من خلالك متقطع، لكن بالتاكيد مثل شخصيه الدكتور حميد النعيمي لا يحتاج الى تعريف، هو عالم عراقي نعتز ونفتخر بوجوده وبانتمائه لهذا الوطن العزيز، وبالتاكيد المشروع اللي اشتغل عليه لسنوات طويله وهو الحديث عن ربما عن برنامج فضاء عراقي هو مطلب كل المهتمين وكل الذين يحرصون على أن يكون العراق في المقدمة في مجالات متعددة، ومنها مجال الفضاء ومجال الفلك والعلوم المرتبطة بها. وبالتأكيد محاضرة اليوم هي ذات قيمة علمية عالية كون المتحدث هو شخص خبير وعالم، وبالتالي سنستفيد جميعا من هذه المحاضرة. أشكره على حضوره افتراضيا بالتأكيد طبعا ومشاركته معنا، وشكر لك دكتور مهند، السيد عميد كلية الآداب دكتور عبد الباقي على هذه الجهود الطيبة، وأيضا وجود السيد عميد كلية العلوم دكتور محمد فرج. بالتأكيد هذه عوامل تساعد وتشجع على استمرار هذه المنصة، وفي كل مرة تستضيفون شخصية علمية كبيرة، ومصداق ذلك هذا اليوم بوجود الدكتور حميد النعيمي. شكرا لحضوره مرة أخرى، وأتمنى أن يعني أن نستفيد جميعا من هذه المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الأستاذ الدكتور حميد النعيمي، الكلمة لكم الآن، تفضل.
فقط المايك دكتور، افتح المايك وتفضل. شكرا جزيلا دكتور مهند. في الواقع الأخ الفاضل سعادة الأستاذ دكتور حميد فاضل التميمي، رئيس جامعة المستنصرية، الجامعة العريقة اللي يعني كنت أدرس بها لفترة من الزمن، ولما دعوني أن ألقي هذه المحاضرة المتواضعة لكم ذكرت أيامنا الحلوة في المستنصرية. الأخ الفاضل دكتور عبد الباقي عميد كلية الآداب، أصحاب السعادة والمعالي والفضيلة الزميلات والزملاء الحاضرين في هذه المحاضرة إن شاء الله. أخ ماهر تعطينا السلايدات والله. طبعاً تعرفون أنا ليش قلت العنوان الجديد في علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك. الآن في أيامنا هذه ودائماً أنا أقولها، من لا موقع له في الفضاء لا موقع له في الأرض. هذه مقولة لابد أن نسمعها دائماً. الفضاء أصبحت تكنولوجيا الفضاء أصبحت تدخل في حياتنا اليومية في كل تفاصيل حياتنا اليومية، ربما تدخل حتى في المطبخ. قضايا الأجهزة الاتصالات، الأجهزة العسكرية، الأجهزة الطبية، الإلكترونيات، الجيل الرابع والجيل الخامس وإلى آخره، الذكاء الاصطناعي، الانترنت اوف ثينجز، البيج داتا، إلى هذه كلها تأتي من الفضاء. فلذلك لا يكاد ينام العالم المتقدم في المرحلة العصرية الراهنة على قديم من اكتشافات وابتكارات واختراعات تعتمد بشكل كبير على التقنيات الحديثة القائمة على انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا المصغرات، هذه الشيبسس وإلى آخره إلى آخره، والواقع الافتراضي والبيانات الضخمة، لا سيما في ميادين الفضاء والفلك اللي شهدت في السنوات الأخيرة الكثير من الإنجازات والاكتشافات المتلاحقة والمتسارعة في أدوات هذه العلوم اللي أضافت بدورها الكثير من الإنجازات في حقول العلوم والتكنولوجيا من إضافات معرفية ما نقدر حقيقة اليوم نقدر حجمها الهائل وأثرها على كل شيء في حياتنا العصرية. ليش؟ لأنه عدلت وقومت مفاهيم علمية كثيرة في كل تخصصاتنا في كل حياتنا. فبالتالي ماهر أعطيني السلايد بالله. فبالتالي ابتداء لاحظوا العنوان الجديد في علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وبالأخير إن شاء الله نقترح إنشاء وكالة فضاء عراقية أو مؤسسة فضاء عراقية، نسميها ما نسميها، لكن العراق له ميزات كثيرة وسهلة لإنشاء هكذا مؤسسات. تفضل ماهر next slide please. next ماهر yes. فبداية شوي نحكي فلك. علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك من العلوم القديمة الحديثة، في أي لحظة من الزمن فهي علوم حديثة وراح تبقى ضمن موضوعات الساعة في أي لحظة من الزمن. الاكتشافات مستمرة متسارعة سواء في اكتشاف الكون محتوى إلى آخره. طبعا تعرفون محتوى، أنا أعطيت هذا السلايد بس مجرد للعلم، هناك كون مرئي وهناك كون حقيقي. الكون المرئي الذي نستطيع أن نرصده بأحدث تقنياتنا اليوم، فنجد مثلاً next slide next استمر وياي نعم. لو تلاحظون هذا السلايد، يعني هناك مليار حشد نجمي، هذا في الكون المرئي اللي إحنا نشوفه بأحدث الأجهزة. كل حشد مجري يتألف من 100 إلى 150 مجرة، طبعاً والفضاء بين الحشود المجرية بين النجوم مملوء بالأنسجة الخيطية من الغازات وأتربة كونية ودخان، كما في القرآن الكريم والسماء ذات الحك. كل مجرة تحتوي على 100-200 مليون نجم، بالتالي عدد نجوم الكون المرئي بحدود 30 ألف مليون في مليون في مليون نجم تقريبا. هذه إضافة إلى مئات المليارات من الكواكب والكويكبات الصغيرة ومختلف الأجرام السماوية غير ذلك. أنا أعطيت هذا المثل حتى نعرف إحنا حجمنا، هذا الكوكب الصغير الموجود في هالحجم الهائل من الأجرام السماوية
وموجود عليه بحدود 7.8 مليار نسمة، ولكن في الاكتشافات وفي الأحداث الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. Next slide ماهر. Next. Yes. فهذا السلايد يبين احنا وين الكون المرئي لهذا اللون البرتقالي والأصفر. تلاحظون النجوم اللي ذكرتها، الرقم اللي ذكرته هو 0.5% من الكون الحقيقي، يعني 4% من الكون الحقيقي هو عناصر صلبة، هيدروجين، نجوم، مجرات وإلى آخره. لكن الكون الحقيقي بالطاقة المظلمة اللي تسبب توسع الكون، وثم المادة المظلمة اللي ما نعرف الحقيقة فلكياً شو أسرارها. بالتالي إحنا في حيز صغير جداً جداً من الكون الحقيقي، فضلاً أنه هذا الكون الحقيقي اللي بي 30,000,000,000 في مليون في مليون نجم زائد مليارات الكواكب الأخرى، إحنا كوكبنا الصغير واحد من هذه المليارات والمليارات والمليارات. طيب، فلذلك إحنا في هذا الكون الهائل أقول من ليس له موقعا في الفضاء ليس له موقعا في الفضاء. إذا ما عندنا تقنيات فضائية في هذا اليوم، في هذه التقنيات الحديثة التي تتسارع وتتسارع، بكرة أسرع من اليوم، بعد بكرة أسرع من بكرة، وهكذا، فالبلد يكون متأخر من لم يكن له موقع في الفضاء. Next ماهر جان. Next. طبعا بدأ، لا أعطيني العنوان، أعطيني العنوان، لا تستعجل معي. فنشوف الحروب الإلكترونية الفضائية والإعلام الإلكتروني والقرنصنة الفضائية الإلكترونية هذه تتسارع بشكل غريب، بشكل رهيب، وتهدد حياة الملايين والملايين والدول إلى آخره. فنكست سلايد. طبعا الآن الحروب، نقل الحروب والأحداث العالمية افتراضيا، يعني أنت تقدر تقعد ببيتك أمامك الكمبيوتر وتخلي لك مدفع على جبل ما على بعد عدد من الكيلومترات، والمدفع يضرب وانت ببيتك، وهكذا الطيارات المسيرة والأجهزة المسيرة إلى آخره. فمثلا لما تراجعت سمعة روسيا في الفضاء، وكالة الفضاء الروسية إعلاميا أعلنت مؤخرا عن تصوير أول فيلم في الفضاء يستخدمون المحطة العالمية الـ ISS الـ International Space Station اللي موجودة منذ التسعينات، والآن عدد من رواد الفضاء رايحين جايين، يعني كلها تجارب من خلال إرسال طاقم سينمائي لإنجاز أول فيلم خيال علمي، حتى يرجعون سمعتهم. تعرفون أنه بداية أول صاروخ اطلق للفضاء هو سبوتنيك 1957 كان روسي، وثم أمريكا لحقده، وكان تصارع بين أمريكا وروسيا. مثلا هناك مشروع إرسال الملياردير الياباني المعروف بوساكا مايزارا إلى المحطة الفضائية العالمية، راح يكون أول سائح فضائي في خلال سنتين القادمة إن شاء الله، يبقى 12 يوم. Next slide. عندنا القرصنة الإلكترونية، القرصنة الإلكترونية الفضاء والقرصنة الإلكترونية، قراصنة الاستخبارات بعض الدول الأوروبية للحصول على معلومات لصالح حكوماتهم في مجال، في كثير من المجالات، مجال الإرهاب الدولي، نشر أسلحة الدمار الشامل، التجار البشر، والجرائم المنظمة، والتجسس الاصطناعي. هذه الآن السماء مليانة، مليانة قرصنة فضائية واضحة داخلة في كل مكان، في بيوتنا، في مناطقنا، في حياتنا، في حتى في خلايا أجسامنا. هذا أحد الأقمار الصناعية الصينية اللي صور كيف يعمل الاتصال من مكان إلى مكان. Next slide please. فتلاحظون الآن الفضاء مملوء بالأقمار الصناعية بمختلف أنواعها وأهدافها ومهامها إلى آخره. فعدد الأقمار الصناعية أصبحت بالآلاف لا تعد ولا، وتشكل خطر بالنسبة لنا كفلكيين، تشكل خطر علينا في رؤية الفضاء، في رؤية الكون. وفي الوقت نفسه الآن العالم يريد يطلق آلاف من الأقمار الصناعية حتى تزيد من سرعة الإنترنت، سرعة التواصل، بقدر ما هي
خطرة ومؤثرة علينا بقدر ما هي مفيدة إلى حياتنا اليومية. حوالي منذ قمر صناعي سبوتنيك حوالي 12,000 قمر صناعي أرسل، الآن حوالي 7,400 قمر صناعي فعال، هذه في إحصائية شهر الرابع من 2021. Next please. ومستمر هذه بناء التقنيات الجديدة لتحسين الاتصالات والنقل الجوي حتى في المنزل، ودراسة موارد الأرض الطبيعية بدقة عالية، ومواجهة تحديات استكشاف الفضاء المتقدم، هذه كلها مستمرة في التقدم والتقدم والتسارع. على عكس الطريقة اللي بدأ بها برنامج الفضاء بالخمسينات وبالستينات والسبعينات، كانت هناك تنافس وكانت حروب. الآن يعني لن تسابق أي وكالة فضاء منافسا، بدلا من ذلك تعتمد على مجتمع الشراكات الصناعية والدولية والأكاديمية. هناك شراكات صناعية بين الدول اللي هي أقيمة لمحطة الفضاء، محطة الفضاء بمشاركة دولية. طبعا تلعب هذه الشركات التجارية دورا متزايدا في صناعة الفضاء، إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية بمختلف أحجامها ومهامها، نقل البضائع والطواقم الفضائية، بناء البنية التحتية في مدار أرضي منخفض، تواصل هذه المؤسسات ريادتها العالمية في الاستكشافات العلمية، تعزز الفرص لتحويل المعرفة الجديدة إلى موضوعات تعمل على تحسين الحياة هنا في الأرض. طبعا حيستمر مستقبل وكالات الفضاء الدولية مثل ناسا وجاكسا وإيسا في استكشاف الإنسان والأرض والعلوم والتكنولوجيا. شوفوا هنا أنا ذكرت من الفضاء استكشاف الإنسان والأرض والعلوم والتكنولوجيا. الفضاء أصبح ثورة صناعية لاستكشاف الإنسان. طيب نستمر ماهر الله يحفظك. الآن الطيران تكنولوجيا الفضاء تتسارع في مجال الطيران، هناك عقود من المساهمات في مجال الطيران والأمن القومي والاقتصادي، تعد الأبحاث والاختبارات المستمرة لتقنيات الطيران الجديدة أمر بالغ الأهمية في هذه المجالات، راح تساعد بعض الدول مثل الولايات المتحدة على قيادة العالم في اقتصاد الطيران العالمي مع زيادة الفوائد في جميع أنحاء العالم. بالحقيقة أن تطوير النقل الأسرع، هناك الآن هذه الطائرات اللي أمامنا في هذه السلايد اللي هي ناسا X-59، هذه هي المفروض تكون أسرع من الصوت. طبعاً تقنيات الطائرات الأكثر هدوءاً وأنظف هما طريقتان تعمل بها وكالات الفضاء على تغيير الطيران، النظافة، الهدوء، عدم وجود الصوت، وفي نفس الوقت أسرع من الصوت. طبعا هناك اختبار نموذج التصميم الاول للتكنولوجيا الاسرع من الصوت QUAE SST داخل نفق دون سرعه الصوت، التابع لمركز لانغلي للابحاث التابع لناسا، اللي يبلغ قطره 14×22 قدم. هذا هي مرحله التصميم الاوليه للطائره التجريبيه مخفضه المدارات المخططه لوكاله ناسا او الطائره اكس. النكست سلايد، طبعا تقوم ناسا، شوفوا هذه الصواريخ نظام الاطلاق الفضائي لناسا. تقوم ناسا الان بتنفيذ برنامج استكشاف مبكر ومستدام من شركاء تجاريين ودوليين لتمكين التوسع البشري عبر النظام الشمسي، تدرس الكواكب، تدرس كل ما حول الكره الارضيه، بالنتيجة هذه النتائج لدراسة الأرض. يعني النظام الشمسي هو الاستكشافات اللي تصير بكثرة وبسرعة كبيرة كما حصل للمريخ، وهناك مشروع لاستكشاف الزهرة، ولو استكشفت قبل الآن العودة لها، العودة إلى القمر، العودة إلى الزهرة إلى آخره. طبعا ناسا تقف على وشك تسويق مدار أرضي منخفض، حتمكن هذه التجارب والشركات ناسا من العودة إلى القمر 2024، راح نجيها إن شاء الله في هذه المحاضرة. العمود الفقري لوكالة ناسا لاستكشاف الفضاء السحيق هو أكبر صاروخ تم بناءه، هذا اللي هو أمامنا على الإطلاق، هو نظام الإطلاق الفضائي SLS 57 والـ59، والمركبة الفضائي أوريون ووحدة القيادة جيتوي إلى آخره.
فبالتالي نشوف الاستكشافات والتقدم الفضائي سريع سريع جدا، أسرع من أي تقدم آخر في التخصصات الأخرى. Next slide ماهر. طيب، من هذه التقنيات الفضائية مستمر العالم وعلماء الفضاء والفلك في اكتشاف كواكب شبيهة الأرض. Next slide. مثلا هذا كوكبين اكتشفوا في السنوات القليلة الأخرى، اللي على اليمين هو بروكسيما بي شبيه الأرض، يحتوي على ماء سائل، يبعد مسافة 4 سنة ضوئية عننا، أقرب كوكب شبيه الأرض إلينا، كتلته مقاربة إلى كتلة الأرض، يقع في المنطقة الصالحة للحياة حول النجم. ماذا أقصد المنطقة الصالحة؟ نشوف الأرض مثلا بالنسبة للمجموعة الشمسية تقع بين كواكب مفرطة في البرودة وبين كواكب مفرطة بالحرارة. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى خلق الكوكب في هذا المنطق لوجود الماء ولوجود الحياة على سطحه، والآن الكوكب الوحيد في المجموعة الشمسية اللي في حياة، لذلك الإنسان ده يبحث على حياة أخرى. والكوكب الآخر TOI 1231b، هذا أيضا يدور حول نجم صغير قزم أحمر وأيضا بحجم الكواكب. فالاستمرار في اكتشاف كواكب شبيهة الأرض في مجرة درب التبانة والمجرات الأخرى، فقط في مجرة درب التبانة هناك 6 مليار كوكب شبيه الأرض، لكن هل في حياة أو لا؟ بعد لسه ما مكتشفين، والاحتمالية كبيرة فيها حياة، مو شرط تكون شبيهة لنا، حتى لو كانت بكتيريا أو أي نوع آخر من الحياة. معنى ذلك احتمالية وجود الحياة في الكون الشاسع كبيرة جداً، 1 من كل 5 نجوم شبيهة بالشمس، بالتالي هناك أكيد كل نجم إلى كوكب وهكذا. Next slide. طبعاً حيستمر العلماء على زيادة وتعزيز فهم كوكبنا وظروفه الفيزيائية والكيميائية، مكانه ومكانه وموقعه في الكون. راح تستمر المحاولات العلمية والعملية الدقيقة للإجابة على السؤال، هل نحن وحدنا في الكون؟ حتى في القرآن الكريم ذكرت هناك آية تذكر إلى أن احتمالية وجود الحياة في الكون احتمالية كبيرة، لكن التواصل معها صعب بسبب المسافات الشاسعة وسبب تكنولوجياتنا ما واصلة إلى الحد اللي نتواصل مع كواكب بعيدة. طيب، الآن لماذا العودة لغزو القمر مرة أخرى؟ القمر غزوه بالسبعينات، بالـ69 أمريكا بعثت رائد فضاء إلى سطح. راح تعود إلى القمر لمعرفة المزيد حول ما يتطلبه الأمر لدعم استكشاف الإنسان وكذلك الكواكب القريبة مثل المريخ ومن بعد الزهرة. ستواصل رعاية تطوير اقتصاد نابض بالحياة في مدار أرضي منخفض يعتمد على العمل الذي أنجزته حتى الآن محطة الفضاء الدولية. في نصف قرن منذ أن زار الإنسان القمر، واصلت ناسا دفع حدود المعرفة للفضاء بوعد البراعة والقيادة الأمريكية في الفضاء. راح تواصل الذهاب إلى القمر والهبوط على سطحه بعد 2024. طبعا تعرفون القمر هو الوحيد من بين الأجرام السماوية اللي هبط عليه البشر بعام 69 من خلال أبولو 11 لعدد ما إلى غاية 72 وبعدين تركوه. الآن خلال هذه المدة بعد ما ازدادت تقنيات الأقمار الصناعية بدأت واستمرت الثورة التكنولوجية الفضائية الأرضية لاستكشاف الكون، فضلاً أن كثير من هذه التقنيات استخدمت على سطح الأرض لفائدة البشرية كما أسلفنا قبل قليل في الطب، علوم الصحية، الهندسة، الاستشعار عن بعد لدراسة موارد الأرض الطبيعية بما في ذلك استكشاف أعماق البحار من الفضاء، والتكنولوجيات الفضائية العسكرية والأمنية. من خلال ذلك استمر التسارع التكنولوجي وتم ابتكار أجهزة ومعدات ووسائل تقنية عديدة نستخدمها الآن في حياتنا اليومية، الهواتف النقالة، وسائل التواصل الاجتماعي، الاتصالات، المواصلات، وها نحن اليوم نجد الثورة التكنولوجية في تسارع مقطع النظير لدرجة بعض الدول ما تستطيع إلا حاق بها. كما أسلفت فالتسارع التكنولوجي اليوم أسرع من الأمس، بكرة أسرع من اليوم وهكذا. وينادي الآن علماء الفلك بالعودة إلى القمر
ليس فقط لاستكشافه وإنما لجعل منصة إطلاق يسموه مطار كوني، يأخذون المواد ما تحت بدون مستوطنات فضائية حول الأرض. طبعا الآن في عصر التكنولوجيا يريد القمر أن يرجع لدراسته ليكون مطار كوني. السبب هو انخفاض الجاذبية على سطح القمر، سدس جاذبية الأرض راح تزدهر صناعات يصعب تحقيقها على الأرض. يتم نقل المصانع الذرية والنووية من الأرض إلى القمر، يتم بناء مناجم لاستخراج المواد الأولية والمتوافرة لصناعة السيراميك والإسمنت لاستخدامها في مستوطنات الفضاء مستقبلاً أو حتى في الأرض. واليوم بعد 50 سنة، 51 سنة، أعلنت المنظمات الفضائية منها وكالة الفضاء الأمريكية عن عزمها تنظيم رحلات تجارية مهولة للقمر بعد عام 2030. وهكذا طبعا راح يقود هذا الجهود علماء مهندسين في بعض وكالات الفضاء الدولية من خلال توظيف الصواريخ التجارية للنقل. احنا نعلم طبعا حتى دولة الإمارات العربية المتحدة بعد ما أطلقت مسبار الأمل، الآن هناك مشروع لإطلاق من خلال مركز محمد بن راشد الفضاء اللي يخطط بإنزال مستكشف، سمي هذا المستكشف باسم راشد في نهاية 2024 لدراسة سطح القمر كما فعل مع وكالة الإمارات الفضاء بغزو المريخ من خلال المسبار. ليش غزو المريخ؟ لأنه نجي نشرحها، لأن المريخ أقرب الكواكب لنا وغلاف الجوي 96% مقاس ثاني كربون إلى طبعا مرصد الاستراتوسفير التابع لكوات ناسا اكتشف وجود الماء على سطح القمر. يشير هذا الاكتشاف أنه يمكن أن يكون الماء موزع على سطح القمر، في حين أشار بحث قبل 11 عام أن الماء منتشر نسبيا بكميات صغيرة على سطح القمر. وهكذا هناك معلومات كثيرة عن القمر جلبت من الفضاء. طبعا للمرة الأولى نجح عدد من العلماء في التمييز بوضوح بين جزيء الماء اللي هو جزءان هيدروجين جزء واحد أكسجين ومركب كيميائي آخر يختلط بها هو الهيدروكسي. وأشارت دراسات جديدة كانت قادرة على تبيان تفاصيل البصمة الطيفية للمياه الجزيئية. وطبعا كما هو معروف أن الماء من الموارد الطبيعية وقد يصبح وجوده بغزارة على القمر، هذا يكون أمر شديد الأهمية بالنسبة للبعثات المستقبلية رواد الفضاء أو الإنسان الآلي الروبوت التي تسعى لاستخراج مياه واستخدامها لإغراض مثل الشرب أو صناعة. طيب next slide للماهر. الآن لماذا التقنيات في هذه السنة والسنة الماضية ركزت على المريخ؟ سبق وأن أطلقت مسابير ومركبات فضائية للمريخ سواء هابطة سواء نازلة على سطح القمر. هذه السنتين أطلقت 3 مسابر وصلت مدار الأرض بما فيها مسبار الأمل الإماراتي لدراسة الغلاف الجوي للمريخ والتقلبات الطقسية المستمرة، وكذلك مسبار الفضاء الأمريكي ناسا بريسيفيرنس الهابط وطائرة الهليكوبتر إنجينيوتي. نيكست سلايد بالله. والهدف هذا مسبار الأمل اللي الآن موجود في مدار حول المريخ. بالحقيقة هذا المسبار له 3 أجهزة في غاية الدقة. المسبار نفسه لما صنع استخدم كل التقنيات اللي الآن نتكلم عليها، الذكاء الاصطناعي، الانترنت اوف ثينج، الواقع الافتراضي، الأجهزة المهمة، أجهزة التصوير، الكاميرا الرقمية، أجهزة الطيف، الطيف فوق البنفسجي، كاميرا رقمية ملونة دقيقة، مقياس طيفي في الأشعة تحت الحمراء، مقياس طيف في الأشعة في القب فوق المنسجي، هذا حتى يدرس الطبقة العليا من الغلاف الجوي ويتعقب آثار بخار الماء والأكسجين والهيدروجين. المقياس الطيف تحت الحمراء يدرس التغيرات في درجات الحرارة والجليد وبخار الماء إضافة إلى الغبار، إضافة إلى 3 ألواح شمسية لخزن الطاقة وشحن البطاريات المسبار. طبعا حتى تزود أجهزة الكمبيوتر وأجهزة البث والمعدات وحتى تحدد يعني الموقع بدقة في الفضاء والاتصال مع محطة الاستلام الأرضية. طيب
فاحنا بالنسبه حتى الصين الان تخطط ان ترسل مركبه فضائيه مأهوله الى المريخ. طبعا عمليه ارسال منطقه مأهوله صعب جدا، يمكن من اصعب الرحلات اللي راح 2030 او بعد ذلك، ما نعرف، الله اعلم. طبعا الصعوبه، الوقود المطلوب، المحركات المطلوبه، الدقه، عمليات الهبوط على سطح المريخ، هذه كلها صعوبة بالغة، وخاصة إذا المركبة لما تكون مأهولة راح تكون ثقيلة جدا، يضاف إليها وزن رواد الفضاء. طيب ليش المريخ؟ قد تكون هناك أخطار مدمرة على الأرض، مثل احتمالية سقوط صخور كبيرة فضائية، الكويكبات، الشهب، قد ما نستطيع تدميرها قبل ما توصل للأرض، فعند وصولها الأرض قد تدمر الأرض كاملاً أو جزءاً. فإذا كانت كبيرة بحجم عدد من الكيلومترات لا نستطيع تدميرها، فإذا سقطت على اليابسة فإنها ستثير كميات هائلة من الغبار، وإذا سقطت في البحر أو المحيط فإنها تثير كميات كبيرة من بخار الماء، تؤدي إلى حجب ضوء الشمس على الأرض لشهور أو سنوات، بالتالي ستكون الزراعة أو الغذاء غير ممكنة على سطحها، واحتمال اندثار الحضارة. بالتالي فإن البشرية تحتاج إلى موقع آخر احتياطي للعيش على سطحه، أو في حالة الزيادة السكانية المستمرة، تعرفون الزيادة السكانية متوالية هندسية، لولا الحروب والكوارث الطبيعية لما كان هناك موقع بالأرض يعيش عليه الإنسان، أو أخطار أخرى، أو بيئة شاملة تقتل البشرية، احتباس حراري مثل كورونا الآن، هذه الجائحة الخبيثة، أي أنه ما يريد الإنسان أن يرتبط بالأرض، وبالتالي اللجوء إلى بناء مستوطنات أو مستوطنة أو مستوطنة فضائية. طبعا جاذبية المريخ ضد جاذبية الأرض، يوم 24.5 ساعة إلى فصول 4، لكن ضعف فصول الأرض، وهكذا إلى ميزات كثيرة. بالنتيجة يعني المطلوب دراسته بشكل واضح. في السلايد الآخر نجد أنه هذا المسبار الصيني أيضا أطلقه في نفس الشهر. المسبار الصيني يتكون من هابط روفر، يعني روبوت على الأرض، ومع مداري حول المريخ، وبالتالي هذا ينقل الأجهزة لأجل أن يحولها إلى المدار، والمدار يحولها إلى الأرض. طبعا هذا هدف البحث عن آثار للحياة، مركبات كيميائية، جزيئات كيميائية، أي آثار تشير إلى وجود حياة بدائية على سطح المريخ، مثل بكتيريا أو نباتات تحت السطح، أو فضلا عن دراسة البيئة المريخية وجيولوجية سطح المريخ. بريسيفيرنس الأمريكي، next slide، yes، هذا أيضا من التقنيات الحديثة جدا، استخدموا كل التقنيات الحديثة في هذا. هي مركبة هابطة مع هليكوبتر الإنجينيوتي، هذه الصغيرة، هذه هليكوبتر تروح إلى مواقع ما تستطيع الروبوت أو الروفر يروح لها، لأنه تضاريس كثيرة، فلمسافات قصيرة تروح تاخذ عينات تجيبها للروبر، الروبر يحولها الى المحطات الارضية. هذه بالحقيقة تطير الى ارتفاع 3 الى 5 امتار لغاية 300 متر، تؤدي الى تجارب علمية في مواقع لا تستطيع العرب الوصول اليها. طبعا ايضا للبحث عن اثار الحياة، والبحث عن الغازات والمكونات المختلفة لدراسة بيئة سطح المريخ. فهذه هي من التقنيات الجديدة. بالحقيقة هناك تقنيات أخرى، هناك رحلات لاستكشاف الزهرة مرة ثانية، وأيضا هناك أيضا مركبات فضائية لاستكشاف الكواكب الأخرى. هذه كلها نحصل من خلالها زيادة الأجهزة التقنية، زيادة تفكير الإنسان، زيادة المايندسيت من الإنسان، وبالتالي هي النتيجة لاستكشاف الإنسان، واستكشاف الأرض، واستكشاف محيط الأرض وما تحتويه الأرض، وكيف الاستفادة منها. طيب الآن
Next slide, please, Maher. هذا السلايد الآخر لاستكشاف المريخ. Next. ماذا عن البلاد العربية في تكنولوجيا الفضاء والفلك؟ أخواني أعزائي زميلاتي زملائي، تعلمون جيدا ما يحققه العالم المتقدم من إنجازات واكتشافات متلاحقة ومتسارعة في علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك في أيامنا هذه، وما أضافتها تلك الإنجازات إلى حقول العلوم والتكنولوجيا من إضافات معرفية هائلة عدلت وقومت مفاهيم علمية كثيرة حتى فاقت كثرتها التصور والقدرة على التخيل. ومن حسن الحظ أن العديد من هذه النشاطات الفلكية والفضائية بدأت تظهر على الساحة العربية وبشكل واضح ومشرف خلال السنوات الخمسة الماضية، طبعا بعد غياب طويل استمر لعديد من السنوات، منها إنشاء مؤسسات فضائية مراصد فلكية بشكل واضح ومبشر. على سبيل المثال دولة الإمارات العربية المتحدة التي أنشأت وكالة الإمارات للفضاء في أبوظبي، مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك اللي تابعة لجامعة الشارقة. الحقيقة هذه بنيناها وافتتحها الله يحفظها صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان محمد القاسمي حاكم الشارقة ورئيس الجامعة، افتتحها عام 2015. هذه الأكاديمية تعتبر فريدة من نوعها في الشرق الأوسط بمحتواها من القبة الفلكية اللي هي أكبر قبة فلكية في المنطقة، قطرها 22 متر، تحتوي على 206 كرسي، وتحتوي على أحدث أنواع التقنية لعرض الصور والإضاءة والصوت وإلى آخره، فضلاً عن المختبرات الموجودة في هذه الأكاديمية، مختبر صناعة الأقمار الصناعية الصغيرة، مختبر النيازك والشهب، مختبر المعلومات الجغرافية والاستشعار البعد، مختبر طقس الفضاء، مختبر الأينوسي، مختبرات كثيرة. ولو تشوفون الساحة موجود التلسكوبات الراديوية وموجود مرصد فلكي، ومن الجو تشوفها كأنما مجموعة شمسية، تلاحظ الشمس وكواكب حولها بمقاييس تقريبا 1 إلى 50 من الحقيقة. Next slide. هذا القمر الصناعي اللي دي صنعوه طلبة جامعة الشارقة مع بعض العلماء، سميناه شارجة سارت 1، إن شاء الله نطلقه بداية السنة القادمة. تعرفون الآن الكيوب سات أو الأقمار الصناعية المصغرة هي التقنيات الحديثة الجديدة، فكثير من الدول تصنع من هذه الأقمار وتطلقها بصاروخ، والصاروخ يأخذ 40 قمر صناعي 50 قمر صناعي ويطلقها. كل قمر له هدف خاص، إما لدراسة الكون دراسة علمية أو للأشعة السينية أو للاتصالات، وهكذا من أهداف كثيرة. Next slide. هذه القبة الفلكية اللي أشرنا عليها، هذا الشيء الحديقة اللي تشوفوها هي المجرة على شكل ورود وعلى شكل حديقة، في كل موسم تظهر لون الأوراد وإلى آخره، فهي اللوجو للقبة الفلكية. Next slide. الآن ماذا عن العراق؟ هي هذه المهمة في الواقع. إن شاء الله عندي وقت بعد، أحتاج يمكن 10 دقائق. نعم دكتور، نعم دكتور براحتك. هي هنا الأهمية بالحقيقة من الفضاء. أنا آسف يمكن أطلت عليكم، بس أريد أتكلم عن بلدنا العراق، عراقنا الحبيب بالواقع. Next slide. إحنا في الثمانينات إلى التسعينات كان عندنا، أنا كنت مدير عام بدرجة خاصة لمركز أبحاث الفضاء والفلك اللي تابع لمجلس البحث العلمي. رئيس المجلس بدرجة وزير كان الله يرحمه الأستاذ الدكتور ناجح الراوي، وكان مرتبط بديوان الرئاسة. هذا كان من المراكز المهمة في العالم وليس فقط في العراق. كان مكون من 3 أقسام: قسم علوم تكنولوجيا الفضاء، قسم انتقال موجات الكهرومغناطيسية، قسم علوم تكنولوجيا الفلك، قسم المعلومات والاستشعار البعد. وفي نفس الوقت
كنا دا نبني المرصد الكبير في كورك، المرصد الفلكي الوطني. هذا كان أكبر مرصد بالعالم من حيث مكوناته، 3.5 متر قطر مرآة التلسكوب البصري، 30 متر قطر التلسكوب الراديوي يشتغل بالموجات المليمترية، زائد الأجهزة الحاسوبية، زائد المرصد الصغير إلى آخره. لكن مع الأسف بسبب الحرب العراقية الإيرانية دمر. Next slide. Next ماهر. لا قبل تشوفون هذا هو المرصد. لا 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 ماهر اي نعم نعم. فتشوفون المرصدين الكبيرين في قمة الجبل. الجبل كان كيلومترين و200 متر ارتفاع عن مستوى سطح البحر. كان من المواقع المتميزة. احنا درسنا العراق كلها لبحث عن موقع مناسب للمرصد الفلكي. الى ان وجدنا هذا الفلك. هذه بال 79-80 انا كنت بعثوا علي. انا كنت اعمل بوست دكتور في اريزونا بعد ما خلصت من ماجستير. فقالوا لي بالعراق نبني مرصد كبير لازم ترجع. فرجعت اشتركت في هذا المرصد وثم التلسكوب الراديو ثم على اليمين المدينة السكنية للعلماء والفلكيين. Next slide. هذه المدينة السكنية للعلماء وإلى آخره. Next. هذا المرصد البصري الكبير. هذا التلسكوب على اليسار هو التلسكوب داخل هذه القبة. القبة ارتفاعها كان 25 متر وقبة كبيرة قطرها 5 أمتار. لا العفو 35 متر قطرها. فكان التلسكوب قطر المرآة 3.5 متر. Next slide. هذه لا أرجع والله. هذه كانت في عام 1985 نعم. فكان هذا حالة القبة يعني كنا نبنيها. نكس. بعدين انضرب بصواريخ بطائرات إيرانية. تلاحظون هذه الضربات قتل المرصد الكبير والمرصد الصغير. هذه هي ضربات اللي على اليمين المرصد اللي التوأم لمرصدنا هذا في إسبانيا. لا يزال ده يشتغل الآن من النتائج العالمية اللي تظهر ده يدرسها اللي هو في كالا أرتو. Next slide. هذه ضربات الصواريخ الفوق بالمرصد البصري والتحت بالمرصد الراديوي. Next. هذا المرصد الراديوي هذا في جبل كورك كان هكذا شكله تقريبا انتهى. على أساس نبدي أن نرصد. اللي على اليسار هو هذا حالته في 30 متر مليمتر. اللي على اليمين الإسباني اللي هو أيضا توأم له. فتقريبا انتهى قبل ما ينتهي يعني أو حتى على أساس نبدي بالفحص بالرصد من الأجرام السماوية بعيدة. وعلى أساس اليابان تطلق أقمار صناعية بحيث تناغم رصدها لبعض الأجرام السماوية مع هذا التلسكوب لأجل مقارنة النتائج. Next slide please. هذا هو التلسكوب بعد ما انضرب بالصواريخ اللي اجت فقتل بالحقيقة. Next. هذا التلسكوب الصغير تلاحظون قطره 1.25 متر. ايضا الأجهزة كانت في غاية يعني state of the art في ذلك الوقت. السبكتروغراف، الكودي سبكتروغراف، الكاميرا، CCD كاميرا، كلها هذه كانت state of the art بالحقيقة. Next slide. هذا التلسكوب الصغير قتل كامل يعني. Next. الآن طبعا أيضا هناك كنا نبني محطة أقمار صناعية، صور أقمار صناعية في الثرثار، لكن ما لحقنا أن
يعني أخذنا قطعة الأرض ووقعنا عقد مع شركة كندية لكن ما لحقنا أي سبب. بالنسبة للعراق حقيقة طبعا بعد ما انضرب المرصد إلى آخره، إحنا في مجلس البحث العلمي اتوزعنا، كان مركز أبحاث الفضاء مكون من 4 أقسام، 3 أقسام راحت إلى جهاز الأمن الخاص، وقسم الفلك طلبت كان وزير التعليم العالي الدكتور همام عبد الخالق الله يذكره بالخير، طلبت منه أن ينقل قسم الفلك إلى كلية العلوم من مركز الفضاء، وبالفعل نقلنا قسم وحدة الفلك سميناها إلى كلية العلوم مع كوادرها مع أجهزتها، وبالتالي هذه الوحدة هي اللي أنشأت. وبعدين أنا صرت رئيس قسم الفيزياء فدمجت الفلك ويا قسم الفيزياء فصار قسم الفيزياء والفلك، وبعد ذلك انفصل الفلك صار قسم للفلك وقسم الفيزياء. فهنا أخواننا موجودين من كلية العلوم هاي أحيانا ما يذكروها كيف أنشئ قسم الفلك في كلية العلوم، أنشئ من وحدة الفلك أو من قسم الفلك الذي جاء من مركز بحوث الفضاء والفلك في مجلس البحث. وبذلك الوقت بنينا مرصد البتاني وكنا دا نشتغل في المرصد الكبير في كورك، فهذه كلها كانت نشاطات في مركز أبحاث الفضاء والفلك، ونقلنا الأمور الفلكية إلى كلية العلوم بجامعة بغداد. فالعراق بالحقيقة إليه ميزات كثيرة تختلف عن الدول الأخرى. أولاً الأفق الواسع والمناطق الصحراوية الشاسعة في المناطق الجنوبية فضلاً عن الأنهار والبحيرات. أسأل لكم هذه شو فائدتها؟ المناطق الجبلية البعيدة عن الملوثات الصناعية والضوئية والغبارية هذه تفيد البناء المراصد الكبيرة. الإمكانات المادية والخيرات الكثيرة والكبيرة، الشخصيات العلمية والمهارية والفنية، العلماء والباحثين والمهندسين، المواهب الشابة ذو العقول النيرة. هناك إحصائيات أو دراسة تقول الIQ لدى العراقيين هي رقم 1 في العالم، يعني خلايا الذكاء في العراقي ذكية جدا، مجرد إذا تهتم به حيبدأ. حقيقة أنا شخصيا لست عراقي لأن أقول ذلك، وإنما أنا لمستها من بعض الشباب اللي اشتغلوا وياي في مركز أبحاث الفضاء والفلك. تدربنا حوالي 250 من الشباب المهندسين العلماء الباحثين، قسم بعثناهم يدرسون دكتوراه، قسم دربناهم. فأول ضربة لما انضرب المرصد لم انضرب العراق ووقفت الحرب، إعادة البنى التحتية جاءت من شباب مركز أبحاث الفضاء اللي كانوا مدربين على المراصد الفلكية اللي تحوي كل أنواع التخصصات الهندسية الميكانيكية الكهربائية الحاسوبية كل شيء. فميزات كثيرة للعراق لأجل تأسيس مؤسسة فضائية فلكية كبيرة ضخمة، قد إذا اهتمينا بها وصرفنا الموارد الصحيحة إلى آخره تكون يعني مقارنة لوكالات الفضاء العالمية الموجودة. الأفق الواسع والمناطق الصحراوية هذه نقدر يعني العراق الآن يبدي يعني محطة إطلاق صواريخ فضائية. ليش؟ لأنه الآن محطات إطلاق الصواريخ موجودة في مواقع أحياناً الطقس والتغيرات الجوية غير ثابتة، في يوم واحد يتغير الطقس، مثل مسبار الأمل لما أطلقوه من اليابان تأجل 3 مرات بسبب التغيرات الطقسية. احنا بالعراق ما عندنا هالتغيرات، البرد يجي او الامطار تجي لفترة معينة، بعدين لما يجي الربيع والصيف والخريف تكون الاجواء مستقرة. فبناء محطة اطلاق صواريخ فضائية راح تيجي كل العالم يطلقون من عندكم، وهذه مبالغ كبيرة يعني تزيد الاقتصاد العراقي. زائدا بما عندنا انه عندنا من هؤلاء الشباب وعندنا هذه الشخصيات العلمية الكبيرة والكثيرة، نستطيع أن نبني مصانع دقيقة للصناعات الدقيقة، بناء الأقمار الصناعية الصغيرة، بناء الشيبسز إلى آخره إلى آخره، هذه كلها بإمكان الدول العربية حتستفاد منها.
Next slide. ففي التعليم والتعلم ما شاء الله عندنا جامعات كثيرة وكبيرة، جامعة بغداد العريقة، جامعة الجامعة المستنصرية والجامعات الأخرى. فأصبح تعليم علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك والتخصصات الأخرى ذات العلاقة الشغل الشاغل لواضعي سياسة مناهج التعليم العام والتعليم الجامعي لتحسين تطوير العلوم والتكنولوجيا الذي له الأثر كبير على الكوادر البشرية والأمن القومي والاقتصاد والسياسة والموضوعات الاجتماعية والإنسانية، فضلاً عن تنمية عقول الأطفال والشباب لأحدث أنواع التكنولوجيا وأثرها على تقدم المجتمع. Next. فبالتالي نحتاج أن نقوي مناهج التعليم في تقنيات الفضاء في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف وسائل تكنولوجيا الفضاء، أنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية الكبيرة والصغيرة، تكنولوجيا الروبوتات الفضائية، الحد من مخاطر الكوارث والاستجابة للطوارئ. Next. أنظمة الدفع الصاروخي، إدارة موارد الأرض الطبيعية، تغيرات المناخ المستمرة، تطبيقات تكنولوجيا الفضاء في الطب والصحة، تطبيقات تكنولوجيا الفضاء والفوائد الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والأمنية والعسكرية والاستراتيجية. Next. استكشاف الكون محتواه من مختلف الأجرام السمائية. نعم، السلايد الآخر هذه خارطة العالم، تشوفون النقاط الحمر هذه مواقع لمراصد راديوية كبيرة. الموقع الأصفر هي موقع العراق. هذه شبكة عالمية تسمى Very Long Baseline Interferometer. هذه تدرس الفضاء كله، ومن رصد الفضاء كله تحسن عملية الاتصال بشكل كبير. إذا وضعنا واحد من المراصد الراديوية الكبيرة ونربطها بهذه الشبكة يمكن العالم يساعدونا، لأن الموقع استراتيجي بالنسبة للعالم. Next. بالتالي بما أن وجود هذه المميزات الكثيرة والكبيرة اللي ذكرنا عليها، وطبعا احنا الآن أكيد لما نقول التعليم والتعلم والجامعات لابد أن نغير في المناهج، يعني نعمل أبديتينج للبرامج للسيليباي لكل شيء، وحتى طرائق التدريس. يعني الأستاذ لا يجوز أن يدرس اليوم الطالب مثل ما كان يدرسه قبل 5 سنوات، يجب أن يدرب نفسه، يطور نفسه. يعني he has to look at the mindset of الطالب. الطلاب الآن اليوم ولدوا إلكترونيا، ولدوا في مجال ديجيتال ترانسفورم، التحول الرقمي. بالتالي احنا لابد أن ناغم نفسنا مع عقليتهم بتدريسهم، فنقدر نحصل على شباب متفتح واعي وندخلهم في هذه المؤسسات الفضائية، وكالة فضاء عراقية أو مؤسسة فضاء عراقية. فأنطي الستركتشر مالتها. Next please ماهر. نقدر نحولها إلى أقسام: علوم الحياة والطب في الفضاء، علوم الأرض والجو، علوم الفلك والفضاء، الهندسة الفضائية، الملاحة الفضائية. Next. تشوفون هذه كلها تفاصيلها موجودة: علوم الحياة، علم الحياة في مناطق انعدام الجاذبية، دراسة عوالم الأرض، مواد الأرض الطبيعية، فيزياء الجو، علم المناخ، الاتصالات الفضائية. كل ما يتعلق بالأمور الفضاء وتكنولوجيا الفضاء والفلك نقدر نخليها في هذه المؤسسة. صح تحتاج موارد مائية وتحتاج شخصيات العلمية والشباب، هذه كلها موجودة سواء كانوا داخل العراق أو خارج العراق. هذه المشاريع يعني خلال 5 إلى 10 سنوات يعني بإمكان العراقيين أن يعملوها. Next. فتشمل التكنولوجيا والعلوم، فإما تسموها وكالة فضاء عراقية، مدينة أبحاث فضاء أو إلى آخره. إعادة بناء المرصد الفلكي العراقي، هناك عندنا مواقع جبال بعيدة عن التلوث الصناعي، التلوث الطبيعي، مدينة فضائية، قباب فلكية، متحف علوم فضاء فلك، مؤسسة أبحاث فضاء، علم تكنولوجيا فضاء، مشروع إطلاق رائد فضاء عراقي. الآن إطلاق رواد الفضاء صارت عملية سهلة جدا، وعندنا الشباب الواعي المفكر المتفتح. مشروع تصنيع بناء إطلاق سلسلة أقمار صناعية مايكروويه بالتعاون مع مشروع قاعدة إطلاق صواريخ، وهذه من 5 إلى 10 سنوات. لا الأرجاء
يعني الكلفة أكثر من 200 مليون دولار إلى آخره. فاللي أريد أقوله صح الظروف صعبة في العراق الآن حقيقة، وهناك يعني مبالغ كبيرة وكبيرة وكبيرة تبعثر هنا هناك بسبب الظروف القاسية اللي يعيشها العراق والعراقيين. ف يعني إذا قلنا 200 مليون دولار حتصبح هي لا شيء بالنسبة للأموال اللي تبذر بسبب الظروف القاسية اللي يعيشها العراق. نقدر أنه نبني مؤسسة فضائية فلكية كبيرة، وبالتالي نستطيع أن نتناغم مع دول العالم في هذه المجالات. والله يوفقكم، وإن شاء الله نتمنى السلامة والسعادة لكل العراقيين في بلدنا الغالي، بلدنا جمهورية العراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لكم دكتور حميد النعيمي على المحاضرة القيمة. زملائنا الحضور تعرفون المشاركة وطرح الأسئلة برفع اليد. المداخلة الأولى مع السيد رئيس الجامعة المستنصرية الأستاذ الدكتور حميد فاضل التميمي. تفضل دكتور، الكلمة لكم. شكرا دكتور مهند، وشكرا جزيلا للدكتور حميد النعيمي. صراحة يعني مسرورين بهذه المحاضرة الرائعة، وفي نفس الوقت يعتصرنا الألم بأن العراق كان دولة السباقة في المنطقة في بناء مشروع للفضاء، مشروع ريادي، وأن ربما يعني بعض حاول أن يدفع بأن يكون هذا المشروع باتجاهات أخرى، ولكن بكل الأحوال يعتصرنا الألم الآن عندما نشاهد بأنه ليس لدينا مشروع محدد أو واضح، أو على أقل تقدير لست مختص. يعني هناك الكثير من المختصين، شاهدت يعني بعض التعليقات لرؤساء أقسام الفلك وعلوم الفضاء في جامعة بغداد، في جامعة الأم، وأيضا في الجامعة المستنصرية، وإضافة إلى شخصيات عربية. لكن أقول لست مختصا، ولكن فعلا يعني ليس لي يعني علم على أن هناك مشروع لبناء يعني مشروع فضاء عراقي خلال الفترة الماضية. أتمنى فعلا أن نستفيد من يعني خبرة دكتور حميد، وهو أشار إلى أن العراق ربما يزخر بالكثير من الطاقات والإمكانيات العلمية الهائلة في مجال علوم الفضاء. أتمنى فعلا أن تكون محاضرة اليوم هي رسالة نحاول نوصلها من خلال يعني هذه المنصة لربما لأصحاب القرار. أنا شخصيا ربما سأتبنى موضوع فعلا أن نفتح المجال للحديث عن هذا المشروع، ولكن أشكر دكتور حميد لحميد النعيمي، لأنه الآن أنا أتحدث ودكتور حميد محاضرته كانت رائعة. أتمنى فعلا أن لا يبخل على وطنا وعلماء وباحثي العراق ربما في هذا التواصل، وتقديم ما يمكن أن يقدمه لأي خطوة أو أي مبادرة لإعادة الحياة لبرنامج فضاء عراقي أكاديمي مخصص للأغراض العلمية الأكاديمية. شكرا مرة أخرى دكتور حميد، وشرفتنا بحضورك، والشكر موصول لحضور جميع الأساتذة. لاحظت العدد أكثر من 155 شخص، وهو رقم كبير في هذا اليوم، وشكرا لهم جميعا. ومرة أخرى شكرا لكلية الآداب، للدكتور عبد الباقي سيد العميد، وللحاضرين جميعا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم دكتور حميد. نعم، نأخذ مداخلة من السيد عميد كلية العلوم دكتور محمد فرج. تفضل دكتور. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نشكر أستاذ دكتور حميد النعيمي على هالمحاضرة القيمة الرائعة. احنا بالجامعة المستنصرية دكتور عندنا قسم علوم جو، ما عندنا علوم الفلك، وبيه شباب متميزين ما شاء الله
لكن الشيء المؤلم مثل ما تفضلت بسبب الظروف الاقتصاديه يكون اكو عزوف عند الطلبه على تقديم هذا القسم باعتبار ان يروحون الاقسام اللي بها سوق عمل حالي، لكن الطلبه اللي دي يتخرجون من ما شاء الله دي يخدمون بلدهم قطاعات كثيره. والجميل ايضا عندنا قسم الفيزياء، يعني بعضهم من طلاب اللي حضرتك بالتسعين، الرئيس قسم الحالي دكتور اسامه كان طالب عند حضرتك الصف الرابع، يقول مشرفي الدكتور حميد. أنا سؤالي لهذا، اسمح لي أستاذنا الفاضل، يعني حضرتك ذكرت عن الإنسان اللي يتوجه البحث عن موارد جديدة بالفضاء ويستفيد من عدها، الدول العظمى تتسابق يعني بالفضاء، يعني أكو قوانين مثلا تحكم هذا التوسع والامتلاك، يعني يصير إنه دولة تأخذ معادن موجودة بكويكب معين أو كذا، هل هناك معاهدات موجودة؟ يعني احنا باعتبار ان الدول اللي موجوده بالشرق الاوسط متاخره الان عن الدول العظمى كثيرا، يعني هذا يعني سؤال يعني اذا حضرتك يعني تنورنا به. واشكر الاخوان في كليه الاداب على هذه المنصه الرائعه، شكرا للاستاذ دكتور عبد الباقي وبرعايه سيد رئيس الجامعه الدكتور حميد، بارك الله بكم جميعا. شكرا جزيلا لكم دكتور. نعم دكتور حميد، اذا تسمح لي ناخذ بعد مداخله وثم الاجابه، نجمع كل ثلاث اسئله. تمام. نعم دكتور نجات، دكتور نجات العبيدي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. دكتور نجات يعني باختصار لطفا لانه مداخلات كثيره جدا. حقيقه انا من مؤسسي قسم الفلك والمرصد، واليوم انا مستمتعه بمحاضره الاستاذنا العزيز دكتور حميد، بس انا لين مصابه بكورونا فتعذروني يعني شويه صوتي يعني تعبان، بس لازم ادخل بهاي المداخله الرائعه يعني اللي انطحقها للمجتمع العراقي حتى يعرفون منزلة العلم الفلك والفضاء في العراق. يعني إحنا بلد ترى مو قليل، يعني لا إمكانياتنا قليلة ولا شبابنا ما شاء الله عليهم يعني علماء وراحوا يخدمون ببلدان أخرى يعني، فهذا يعز علينا حقيقة. وإحنا هسه حاليا ترى من سنة 2009 حتى يكونون الكل على العلم ويسمعوني، هناك لجنة وزارية مخصصة لهذا الغرض بإنشاء وكالة فضاء عراقية، ودي يسعون جاهدين في أن يحطون العراق بهاي الصورة. وطبعاً أنا واحدة من الأعضاء في هذه اللجنة، وعندنا طبعاً اجتماعات دورية ونحاول أن نربطها مع مؤسسات أو مع عضلاً. دكتورة عضلاً، يعني السؤال مباشرة دكتورة، لدينا مداخلات كثيرة، يعني احنا مو عاجزين انه نكون مثل هيك وكاله فضاء، فان شاء الله راح نسمع اخبار عن وكاله فضاء عراقيه ومخصص لها مكان في مثل ما تفضل الدكتور انه ارضنا متوفره والصحراء متوفره وكل شيء امكانياتنا موجوده، وبس تعرف انت الظروف اللي احنا نمر بيها. وانا اشكر دكتور حميد اشكره يعني من كل قلبي على هاي المحاضره الرائعه، واتمنى التوفيق لبلدنا ان شاء الله. شكرا لكم دكتوره، شكرا. نعم دكتور حميد الكلمه لكم، ثم اجمع اسئله مره اخرى. تفضل. شكرا جزيلا. بالواقع أبدأ مع الكلام اللي ذكره أخونا الأستاذ الدكتور حميد فاضل التميمي. إحنا بالنسبة لنا أي مساعدة تردون إحنا حاضرين وجاهزين. في الواقع إحنا في جامعة الشارقة، تعرفون جامعة عمرها حوالي 22 سنة، لكن تعد من الجامعات القوية الآن حتى عالميا. موقعنا بالتايمز رانكينج 177 بالجامعات الفتية، فمختبراتنا أجهزتنا جاهزة لكم للتعاون للمساعدة للاتفاقيات أبدا. وحتى أنا بالنسبة لي من خلال خبرتي وما أستطيع أن أقدمه سأقدمه بقدر ما أستطيع وأنا جاهز. بالنسبة للسؤال أخونا الفاضل الأستاذ دكتور محمد عميد كلية العلوم، طبعا هناك معاهدات كثيرة، في الواقع هناك اتحادات كثيرة
في هناك معاهدات واضحة في الأمم المتحدة تحكم هذه القوانين، بس لسه في هناك خلافات بين دولة ودولة أخرى. لذلك الآن مثلا هناك ماجستير ودكتوراه في قانون الجو والفضاء، احنا عندنا في جامعة الشارقة ننطي ماجستير في قانون الفضاء، تدرس كل أشكاليات المعاهدات وأشكاليات الخلافات اللي تحصل في المدارات المنخفضة حول الأرض. يعني لما شوفتكم الصورة أنه هذه الأشلاء الفضائية والأشلاء الأقمار الصناعية الموجودة حول الأرض، من تطلق قمر صناعي لازم إلى مكان، وهذا المكان يتم اختياره من قبل لجنة عالمية مرتبطة بالأمم المتحدة. فالمعاهدات موجودة لكن تبقى الخلافات موجودة هنا وهناك. بالنسبة لدكتورتنا الدكتورة نجات، طبعا اشتغلت وياي في مركز أبحاث الفضاء والفلك وفي كلية العلوم، وأسسنا قسم الفلك ووحدة الفلك بعد ما انتقلت من، وأنا سعيد أسمع أنه في مشروع لإنشاء وكالة فضاء عراقية، فأي مساعدة أنا حاضر، لأن أنا اشتغلت مع وكالات فضاء، مع وكالة فضاء ناسا، مع عيسى اشتغلت، فحاضرين. تفضل دكتور. نعم دكتور، نأخذ مداخلات أخرى. تفضل أستاذ خالد. أشكرك دكتور مهند، بحب أعرف عن حالي. أنا المهندس خالد التل من الجمعية الفلكية الأردنية، طبعا يعني بالنيابة عن الجمعية الفلكية، ومعنا بجوز الدكتور حنا صبات وزميلنا هاني الضالية، بعرفوا تاريخنا مع طبعا دكتور حميد يعني حبيب الشعب، وعرفنا طبعا عن مرصد كوريك والمشروع العراقي من خلال دكتور حميد الله يطول بعمره، ومن خلال الإخوان من دكتور نعمة الله يرحمه، والإخوان دكتور صبيح رحمن جبار الله يحفظه بعمان حاليا، والإخوان العراقيين الأشقاء. عندي عدة أسئلة دكتور حميد. سؤال لو أو للدكتور مهند أو دكتور حميد، لو أتيح الآن لإعادة إنشاء المرصد مرة أخرى، هل سينشأ على جبل كوريك؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني، طبعا وكما ذكر دكتور حميد يعني ظروف صعبة في العراق، وإن شاء الله أنه تتحسن ظروف العراق وترجع دولة قوية زي ما كانت من قبل، يعني ودولة بحث علمي رهيب، وإن شاء الله متوقع فيها لها مستقبل يعني قريب جدا في البحث العلمي. إنه هل يتم التفكير يعني إنه هل ليس من الشرط أن يكون المرصد العراقي في العراق، وإن كان هو يفضل كذلك، لكن نطرح نقطة للمستقبل إنه لما لا يمكن أن يكون مرصد في أحد الدول العربية أو الأخرى، في الدول الأخرى يعني عندك مرصد مثلا قطر صغير لرصد الكواكب النجمية خارج النظام الشمسي، أقاموا في دولة أخرى غير قطر. فهناك أيضا يعني هذه فكرة للطرح. نأمل يا رب يعني لن أطيل، لأن هناك أكيد العديد من الأسئلة، وأنا لدي أيضا أسئلة أخرى. يعني التقسيم والشرح اللي قام فيه دكتور حميد ما شاء الله مشكور، يعني هو لديه أكيد يعني صورة كافية ووافية من خبرته السابقة والحالية، ومن ما شاء الله عليكم خبرات كلكم جهابذة، يعني نحن يعني متواضعين بلا شيء بالنسبة لكم يعني. فأكتفي بهذه السؤالين ونترك الوقت للباقي. شكرا جزيلا لكم أستاذ خالد. المداخلة الآن مع أستاذ أحمد محمد. دكتور أحمد يعني من لطفك باختصار تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامي وتحياتي للأستاذ الكريم الذي حل ضيفا كريما علينا وشرفنا ونورنا. والله إذا سمح لنا الأستاذ حميد لدي عدة أسئلة، ولكن باختصار يعني، ولا إذا لم يكن يعني مرتبطا بمحور المادة. أستاذ الكريم، هناك آيات في القرآن الكريم فيها تلميحات وإشارات إلى وجود حياة ومخلوقات خارج الأرض، في سورة الشورى وما بث فيهما من دابة، وفي سورة الإسراء تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وكذلك في سورة النحل ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. يعني باختصار إذا كان يعني تسليط على هذه المسألة. السؤال الآخر يعني بسرعة دكتور عفوا حتى لا أخذ وقت الآخرين،
تسليط ولو مختصر على نظريات الأكوان المتعددة أستاذ حميد. يعني نحن نريد أن نفهم ما هي نظريات الأكوان المتعددة وما مدى صحتها. السؤال الأخير، هناك مقولة تنسب لبيير كوري الذي يقول لو لم تحرق كتب المسلمين لكنا الآن نتجول بين المجرات. لندع هذا الكلام، أليس هذا الكلام صحيحا إذا ربطنا هذا المقولة بفلسفة الإسلام في نظرتي إلى العلم؟ عندما الإسلام عندما يريد أن يوجه العقل والعلم والروح في اتجاه واحد وهو مرضاة الله سبحانه وتعالى والبحث الخير والبحث عن الخير والصلاح الإنسان، أليس فعلا نصل إلى هذا المستوى؟ وشكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا لكم دكتور. الآن مع دكتور أحمد عبد الرزاق رئيس قسم الفلك، تفضل دكتور. شكرا جزيلا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية إجلال كبيرة لأستاذنا العزيز الدكتور حميد مزوي النعيمي، أيضا لا يفوتنا محيي الأساتذة الدكتور حميد التميمي رئيس الأمام السنسي المحترم، أستاذ عمداء الكلاش المحترمين وجميع أسادة الحضور. أعتذر من حضراتكم، أتمنى لو تعطوني فد 10 دقائق أو أقل إذا تسمحوا لي. لا عفوا دكتور، يعني أقصى شيء دقيقتين دكتور، مداخلات كثيرة. نعم. لدينا نعم. نعم أحاول أختصر قدر الإمكان. أعتذر دقيقتان فقط. نعم. تفضل. شكرا جزيلا. أول شيء نحن لا ننكر فضل أستاذنا الكبير الدكتور حميد مجلو النعيمي في تأسيس قسم الفلك وفي تأسيس علوم الفلك في العراق، وهو من أشهر الأساتذة في كلية العلوم ونفتخر به ونعتز بدوره دائما. يعني لا يعني لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، لأن أعتقد يعني جميع من في كلية العلوم يعرفون دور الأستاذ، وخاص كلية العلوم يعرفون دور الأستاذ الدكتور حميد مجلو النعيمي. ثانيا لدينا بالفعل لدينا كما تفضل أستاذنا الكبير لدينا إمكانات بشرية كبيرة في موضوع الفلك بالعراق، ونحن كعراقيين معروفون بولعنا التاريخي بهذه العلوم منذ فجر التاريخ، فنحن أول من درس علوم الفلك بصورة علمية بصورة منهجية يعني. لكن الآن مع الأسف بسبب عدة ظروف لا يوجد دعم لهذه العلوم بفضل عدة ظروف أو بسبب عدة ظروف معروفة، ليس فقط في الحقيقة التخصصات الفلكية بل عدد من التخصصات مثل تخصصات الرياضيات وغيرها أيضا تعاني من خلينا نقول قلة إقبال من الشباب لدراسة هذه المواضيع. يعني نحن نأمل من أستاذنا الكبير دعمه المعنوي بالدرجة الأساس في الاهتمام على الأقل بخريجي قسم الفلك، لأن هذا الموضوع دكتور يساهم في إيجاد سوق عمل للخريجين. الآن دراسة علوم الفلك في العراق تعاني من إعراب أو من إحجام كبير من قبل خريجي الإعداديات، لأنه السؤال الأول الذي يسأله الطالب حال قبوله في قسم الفلك يعني بالعامية يقول شرح تعين وانا تعين، لا يوجد إلى الآن مكان رسمي مناسب للاهتمام أو لاحتواء خريجي قسم علوم الفلك والفضاء في كلية العلوم في جامعة بغداد، علما أنه القسم الأكاديمي الوحيد في العراق الذي يختص بهذه العلوم، قسم الأكاديمي الرسمي الوحيد هو قسم الفلك والفضاء في كلية العلوم في جامعة بغداد. نحن نبحث عن كل مصدر دعم ممكن، وإذا تفضل عن الأستاذ حميد مجهول النعيمي بأي دعم حتى لو كان دعم إعلامي فهو يعني كنز يعتبر لنا في هذه المرحلة. الأسئلة التي أود أن أطرحها كثيرة، لكن أهمها يعني خلص من هذه الفصل قصيرة، أهمها أسأل أستاذنا الكبير دكتور حميد مجهول النعيمي، كيف تنظر للطريقة أو ما هي فكرتك للدعوة للاهتمام بعلوم الفلك والفضاء في العراق لتأخذ دورها الحقيقي، يعني على مستوى خلينا نقول المجتمع، على المستوى الرسمي، على مستوى تشوفها الرسمية. كل نصيحة تقدمونها دكتور ستكون نصيحة ذهبية، ونطمح ونأمل أن نستفيد من خبرتكم في هذا المجال. أعتذر للإطالة وشكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم دكتور. نعم دكتور حميد لكم الكلمة ونعود بأسئلتكم، تفضل. شكرا دكتور مهند، مرحبا. إجابتي لأخونا حبيبنا المهندس خالد تل من الأردن، في الواقع مهندس خالد والشباب من الجمعية الفلكية الأردنية أنا اشتغلت معاهم شغل كثير في المملكة الأردنية الهاشمية، ومنها أسسنا معهد علوم الفضاء والفلك في جامعة أهل البيت، أنا كنت من المؤسسين لهذا المعهد، وثم أسسنا المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابع للأمم المتحدة.
وأسسنا مركز الفلك التابع للاتحاد الفلكي الدولي مع الشباب خالد التال وهاني الظلية والإخوان كلهم. في الحقيقة كان يعني الأردن الآن فيها جمعية فلكية أردنية وفيها مقر الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك اللي تم تأسيسه في عام 1997، وأنا رئيسه الآن من منذ فترة طويلة بالحقيقة. فالأردن في عمان موجود الاتحاد الفلكي الدولي، موجود هذه المراكز، فهناك نشاط واضح، وخاصة الجمعية الفلكية الأردنية نشطة جدا. فمقترح لبناء مرصد عربي طبعا مقترح جيد إذا تم التعاون بين الوطن العربي. يعني أنا ذكرت ميزات العراق في بناء المراصد وفي بناء قواعد إطلاق صواريخ إلى آخره، وفي المناطق العربية هناك أيضا من ميزات مهمة. في العراق طبعا نقطة واحدة نسيت أذكرها، إحنا قريبين من خط الاستواء، بالتالي لما نرصد نستطيع أن نرصد جزء من السماء الجنوبية إضافة للسماء الشمالية، فهذه ميزة ما تلقيها في، وهناك بعض الدول العربية بها هذه الميزات، هناك بعض الدول بها أيضا جبال بعيدة عن التلوث إلى آخره. فإذا تم التعاون بين المؤسسات العلمية بالدول العربية بالتأكيد نستطيع أن نبني مراكز فضائية ممتازة، حتى لو وكالة فضاء عربية. هنا الوكالة فضاء عربية وإذا تعاونوا العرب مع بعض قد تكون أقوى من وكالة الفضاء الأمريكية. أنا شكراً للأخ خالد على طرح هذا السؤال. الأخ الدكتور أحمد محمد عبد الله، نعم الآيات القرآنية واضحة، فأنا ذكرت بالحقيقة احتمالية وجود الحياة في الكون واردة، لأن هناك بالملايين اكتشفت كواكب شبيهة للأرض، لكن مع الأسف المسافة بعيدة جداً. أقرب مسافة هي 4.5 مليون سنة ضوئية، وبالتالي حتى توصل لإشارة توصل بأربعة مليون سنة هذه إشارة، فما نقدر نتواصل معهم. فعملية التواصل في تكنولوجيا اليوم غير واردة بالتواصل مع إن كانت وجود حياة في كواكب أخرى، فلكن الاحتمالية كبيرة. لغاية الآن في المجموعة الشمسية لا وجود للحياة إلا فقط على الكرة الأرضية، وسبحانه وتعالى خلق الكرة الأرضية بشكل بحيث غلافها الجوي يحمينا من كل الآثار الكونية والآثار الأشعة الكونية والأشعة الأخرى الضارة. بالنسبة للكتب المسلمين اللي حرقت إلى آخره، طبعا هذه معروفة بالتاريخ، يعني في زمن العباسيين مثلا كان كلمة مرصد observatory، كلمة مرصد هي جاءت من مجمع علمي المأمون كونه سما مجمع الرصد، يجمع العلماء والخبراء والتجار في هذا المجمع ويجتمع منهم، يعني يرصدون الحالات اللي تحصل يوميا في ذلك البلد، ومن هنا جاءت كلمة مرصد الأوبزرفاتوري، غيره وغيره وغيره إلى آخره. الفلك أصلا ظهر من المنطقة البابلية. ملوية سامرة على سبيل المثال، ملوية سامرة هي مرصد، صح كانت تدعو للصلاة كمنارة، صح كانت يعني عملية للمراقبة من أي غريب يدخل سور سامرة، فضلا أنها كانت مرصد بها الأجهزة الخشبية القديمة لرصد الأجرام السماوية. سؤال دكتور أحمد عبد الرزاق، بالحقيقة أنا في رئيس قسم الفلك، اللي دي يعملون في قسم الفلك هم كلهم اشتغلوا معايا من الشباب المتميزين الواعيين، يعني أنا كانوا يشتغلون معايا ليل ونهار حقيقة. They are potential, dynamic, open-minded، متميزين، فإذا وفرنا لهم الدعم الكافي ووفرناهم الراحة النفسية الصحيحة
قسما بالله يبدعون. انا اعرفهم كل زين الشباب في كليه العلوم بجامعه بغداد. فسوق العمل صح قد يكون صعب في الوقت الحاضر في الدوله العراقيه، لكن اذا قدرنا، بما انه هناك مشروع لتاسيس وكاله فضاء عراقيه، وكاله الفضاء انا شوفتكم الاقسام، هذه الاقسام تتحمل وظائف كثيره، حقيقه تتحمل وظائف كثيره. اذا تم تاسيس هذه المؤسسات العلميه، مؤسسات فضائيه فلكيه جويه، فتتحمل وظائف كثيره، يجوز ما تكفي كليه علوم انه توفر الوظائف المناسبه لهذه المؤسسات. اما بالنسبه ان احنا حاضرين لاي مساعده لمن متخرج قسم الفلك، خليه يتواصل معايا واحنا حاضرين وبالخدمه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم دكتور. معنا الاستاذ الدكتور خالد ناجي. تفضل دكتور خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي أستاذنا الدكتور حميد. وإحنا ما تواصلنا من فترة، مريت بالشارقة قبل سنتين ثلاثة. تحياتي إلى وشكرا في محاضرة القيمة. تسمعوني دكتور مهند؟ نعم دكتور، صوتك واضح دكتور، تفضل. نعم الحقيقة طموح الدكتور حميد جميل، والعراق يستحق وكالة فضاء، لكن أنا ما أريد أدخل بالجانب التقييم لوضع العراق الآن حتى ما أدخل بالسياسة، بس أعتقد صعب علينا الآن بهاي الظروف. إذا إحنا كنا في الكهرباء لحد الآن عندنا مشاكل كبرى، والعراقيين الآن يعانون من هذه المشكلة، وكلام كثير إنه هناك إرادة إقليمية ودولية على أن العراق لا يمتلك منظومة كهرباء كافية، مدى صحتها، هل هو الفساد فقط إلى آخره، فما بالك إذا كان الطموح أنه نبني وكالة فضاء. لكن أنا أقترح على الدكتور حميد، وأمل، وهو رجل عراقي صميم ويحب العراق ويحب يخدم العراق، وهو جنابه عبر أكثر من مرة عن استعداده لمساعدة العراق، أقول هل هناك إمكانية أن يتعاون مثلا إمارة الشارقة باعتبار الشيخ سلطان القاسمي هو رئيس الجامعة وأمير الشارقة، وهو رجل يحب العراق كثيرا، هل ممكن التعاون بين الإمارة وبين العراق في أنه على الأقل كمرحلة أولى أن نطلق مثلا قمر صناعي عراقي على الأقل يفيدنا في الاتصالات، ويكون مبعث فخر للعراقيين، على الأقل يساعد في أنه العراقي يشعر بنوع من الفخر، ونحن نسعى لأنه نعيد الهوية الوطنية العراقية والاعتزاز العراقي ببلده، يمكن هذا راح يساعد، إضافة إلى كونه يساعدنا في الاتصالات. فهل هذا ممكن على اعتبار أنه هذا ليس طموحا كبيرا، ولكن على الأقل كبداية للوصول إلى فكرة وكالة الفضاء العراقية؟ تحياتي وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم. المداخلة الآن مع أستاذ عبد الرحمن. تفضل أستاذ. تفضل دكتور عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً أنا المشرف مالتي هو الدكتور حميد مجول النعيمي، وكان له فضل علي ولا زال دكتور حميد فضل على أغلب الفلكيين العراقيين، وكل واحد ما يقدر ينكر هذا الفضل. وطبعا ارجو من عنده يقدر يساعدنا في موضوع يحزب نفسي منذ 30 عام، وهو اجهزه المرصد الفلكي العراقي اللي لا زالت مركونه في موقع جامعه بغداد، و كثير من اجهزتها اصبحت خارج الخدمه. فشنو نصيحته لنا في هذا المجال؟ هل يمكن ان نتواصل مع الشركات المنتجه لغرض اعاده تاهيل هذه الاجهزه، او على الاقل
نقدر نقدم تقرير نهائي حول صلاحية هذه الأجهزة، وممكن يعني إذا العراق ما يقدر يتمكن ممكن يكون بشراكة مع أحد الدول لإنشاء أو إعادة تأهيل المرصد الفلكي العراقي. وشكرا جزيلا لحضرتكم جميعا. شكرا جزيلا لكم. نعم المداخلة الآن مع رامي صابري، تفضل. شكرا استاذ مهند، وشكرا للاستاذ العزيز دكتور حميد مجو النعيمي على هاي المحاضره الرائعه. طبعا انا رامي زين العزت، كنت طالب قسم الفلك جامعه بغداد. انا حاليا ساكن باستراليا وطالب في الدكتوراه جامعه غرب سيدني. طبعا برغم من تاخر الوقت عندنا تقريبا الساعه 5:30 الفجر، بس قلت لازم ما افوت هاي المحاضره من استاذنا العزيز. طبعا من خلال البرزنتيشن مال الدكتور حميد مجول، يعني من عرض صور المرصد العراقي وما صار بالحرب حزنت كثيرا، بس بالاخير اكو امل موجود يعني ان شاء الله. يعني بدراسه جدوى اللي مسويها الدكتور حميد مجول انه نقدر نسوي مركز عراقي فضاء عراقي، وتكلفه يعني مو كثيره يعني بالخيارات الموجوده بالعراق، يعني 200 مليون لا شيء انا تعتبر. بالاضافه يعني عندنا كل الخبرات وعندنا كل يعني الموارد وكل شيء متوفر. السؤال شنو اللي ناقصنا؟ السؤال دكتور حمد مجون نعيم. شكرا جزيلا على هاي المحاضره، وتحيه كبيره لاساتذتي الموجودين بالحضور، وتحيه للمنظمين. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم دكتور حمد. مداخله اخيره ناخذ من دكتور شروق والكلمة تعود لكم. دكتورة شروق تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام دكتورة. شكرا جزيلا طبعا. شكرا جزيلا للدكتور حميد على هاي المحاضرة. وأنا يعني حصل لي الشرف إنه ألتقي به للمرة الأولى والأخيرة، كانت سنة تقريبا 1993، كنت صف أول كلية. ما أعتقد يتذكرني الدكتور، بس هو نصحني إنه أكمل على الفلك. وأنا أيضا كنت في الوجبة الأولى بالطلاب الدراسات العليا ماجستير، اللي يعني التحقنا بالماجستير أول سنة انفتح بها القسم. طبعا أغلب الكلام اللي ردت أقوله تفضلوا به هذا يعني الأفاضل قبلي، بس حبيت إنه يعني أنوه على مسألة يمكن أغلبكم يعني ما مر عليكم أو ما يعرفوها البعض. قبل كم سنة تحديدا يعني بال 2012 يمكن، كان من المفروض أنه نقوم بمقترح إقامة مرصد وطني. هذا المرصد يعني اقترحوا أن يقام في بادية النجف، طبعا بالتنسيق والتعاون مع جامعة بغداد. يعني حضر فريق من جامعة بغداد، وكان من ضمن الفريق دكتور بهاء موجود، وايضا من جامعه الكوفه اني ودكتور محمد جعفر البرماني وبعض الاساتذه الجيولوجيين، وخرجوا بالفعل الى باديه النجف، وتم الاختيار والاتفاق على مكان يرتفع عن سطح البحر تقريبا 100 متر، يعني تم اختياره من قبل الجيولوجيين. هذا المرصد الوطني هو يعني بوقتها كان المشروع والمقترح ان يكون مرصد من أصل 10 مراصد بالعالم، وأن يكمل الحلقة المفقودة، وهي أنه كانوا يريدون أن يقام في منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد يعني بالعراق. كانوا محتاجين أن يسدون هذه الثغرة في حلقة المراصد هذه الموجودة حول العالم. فكان المفروض أن يقام هذا المرصد، لكن بعد ما طبعا تم الاتفاق والتنسيق مع جامعات وجهات خارجية، للأسف يعني هذا المشروع لم يرى النور. طبعا ما أخفيكم لأسباب أمنية، لأنه في وقتها كان المكان اللي تم اختياره يبعد مسافة عن المدينة، وكان المفروض أنه يعني هذا الطريق المؤدي إلى المرصد أن يكون مؤمن بشكل كامل، لأنه بسبب الظروف الأمنية تعرفون يعني في ذلك الوقت ولا زالت ولو يعني بشكل أخف. الظروف الأمنية هي كان السبب الرئيسي لإفشال هذا المشروع. أنا الآن يعني اللي أرجو من الأخوة والمسؤولين وحتى يعني من أي شخص ممكن أن يساعدنا في إعادة إحياء هذا المقترح، ويا ريت يعني
يرى النور للمرة الثانية، وكل يعني المقترح أوراقه ومستمسكاته وكل تفاصيل المشروع موجودة، إذا أحد يحب يعني يساعدنا أن يطلع عليها موجودة إن شاء الله. وأتمنى أنه يعني نمشي بهذا المشروع، ممكن أنه حتى يغنينا عن يعني المراصد الأخرى اللي مرصد كورك اللي ينضرب أو حتى مرصد فارمية. نعم دكتورة، شكرا جزيلا دكتورة. نعم دكتور حميد، الكلمة لكم من جديد. شكرا مهند. جوابي للأستاذ دكتور خالد ناجي، أنا راح أنقل رسالتك بكل سرور إن شاء الله وأرجع لكم. بالتأكيد راح تكون هناك مساعدة. الله يحفظه صاحب اسمه الشيخ دكتور سلطان محمد القاسم رئيس الجامعة، ما يقصر، وخاصة هو شخصية علمية تاريخية مؤرخة ثقافية، ودائما إيده ممدودة للمساعدات. بالنسبة لأخونا وابننا الأستاذ دكتور عبد الرحمن، أجهزة المرصد الفلكي اللي نقلناها إلى الجادرية من ضمنها المراية مال التلسكوب البصري وبعض الأجهزة الحواسيب إلى آخره. أنا تركت العراق عام 1994. كانت الأجهزة الموجودة في الجادرية كانت في يعني كانت ممتازة، يعني في ذلك الوقت كانت ممتازة، خاصة المراية تعرفون غالية. فلما سافرت فحاولت أن أتواصل مع بعض الجهات العالمية وخاصة في إسبانيا، لأنهم عندهم مرصد مماثل، أن يشترون المراية، وبالفعل رادوا يشتروها، بس الإخوان بالعراق ما قبلوا. ثم تم اقتراح أنه يرجعون يبنون المرصد أو ينقلون الأجهزة إلى الأردن، أيضا لم تحصل الموافقة. الآن يعني بعد حوالي 25 سنة، اللايف تايم لهذه الأجهزة كلها أصبحت أوبسوليت، ما أعتقد لها أي فائدة في الوقت الحاضر، وخاصة المراية كان قطرها 3.5 متر وسمكها حوالي 80 سنتيمتر. الآن اللايت ويت ميرور سمكها بأقل من سنتيمتر. المرايات الحديثة، فالمرايات القديمة الثقيلة أصبحت يعني عدم الفائدة بالاستخدام. لكن المواقع لبناء المراصد موجودة، مواقع جيدة، مواقع جبلية، مواقع أفقية مفتوحة، مواقع إلى آخره. دكتورة شروق ذكرت أنه يريدون يبنون مرصد في منطقة جميلة إلى آخره، بحيث وهذا المرصد أكيد ده تقصد أنه يكون مرصد رايدوي حتى يرتبط بالشبكة العالمية، والموقع ممتاز. يعني يا ريت يعاد النظر في هذا المشروع لأجل إحياء وربط العراق في الشبكة العالمية لإجراء عملية البيزلاين انترفيوميتر عالميا. بالنسبة للأستاذ رامي، ما شاء الله ده يدرس في أستراليا وإلى آخره، ده يقول شنو ناقصنا؟ ناقصنا القرار الأعلى من الجهات العليا. القرار من الجهات العليا، إذا قرار الجهات العليا ذكرت أنه يعني نخصص ميزانية كذا ونخصص شباب وعلماء وباحثين عراقيين لبناء مؤسسة فضائية فلكية كبيرة، مرصد فلكي، وكالة فضاء، وتبرتز. بالتأكيد طبعا العراقيين ما شاء الله عليهم، من يجون يعملون مشروع يعملوه بالتأكيد. فأنا ذكرت ميزات العراق والعراقيين، فالقرار هو قرار من الجهات العليا. إذا هذا القرار تم فالبقية تأتي. شكرا جزيلا لكم دكتور. ونعتبر يعني الوقت يداهمنا، كلمة الختام مع السيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصف المحترم. تفضل دكتور، الكلمة لك. شكرا دكتور مهند.
سيد رئيس الجامعة المستنصرية المحترم الأستاذ الدكتور حميد فاضل التميمي. حقيقة المحاضر الضيف الكريم الأستاذ الدكتور حميد النعيم المحترم، الحضور الكرام من كل دول العالم اليوم حقيقة بمزيد من الفخر والاعتزاز والشرف، يعني تشرفنا بتقديم العالم العراقي حقيقة المفخر لبلدنا العراق الدكتور حميد. نتشرف في كلية الآداب الجامعة المستنصرية وبعد إذن السيد رئيس الجامعة المستنصرية بأن نقدم لكم حقيقة شهادة تقديرية لمعاليكم ولسعادتكم ممزوجة بمحبتنا وتقديرنا واحترامنا دكتور حميد. وما هذه الشهادة إلا دليل محبة كبيرة لجنابك الكريم ولحضورك ولقبولك هذه الدعوة ولقائنا الكريم بك. نسأل الله أن لك المزيد من العمر، المزيد من التوفيق. شكرا لهذا القلب الكبير الذي يحب العراق، مستعد لخدمة العراق، مستعد لمساعدة العراق. تقبل منا كل التقدير وكل المحبة وكل الاحترام لك ولكل من شاركنا في هذه الأمسية العلمية الثقافية المهمة من كل دول العالم ومن كل الجامعات العربية ومن كل جامعات العراق ومن الجامعة المستنصرية. أسأل الله أن يوفقك لمزيد من الخير ومزيد من العطاء ويمنحك عمرا طويلا، وتحياتي للجميع ولجميع من حضر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ مالا تسمح لي؟ نعم دكتور تفضل. شكرا جزيلا لكم من القلب حقيقة، شكرا لأخونا الفاضل الأستاذ دكتور حميد فاضل التميمي رئيس الجامعة المستنصرية، وشكرا لأخي العزيز الأستاذ دكتور عبد الباقي عميد كلية الآداب، والأخوة الحاضرين جميعا أنا أشكركم. على الأقل صارت عندي فرصة لمدة ساعة أتكلم مع أهلي وناسي، ففرحتونا حقيقة، فرحتونا. الله يحفظكم ويرعاكم ويحفظ أسركم وأولادكم والبلد كله إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لكم. نعم سيد رئيس جامعة دكتور حميد فاضل، كلمة لكم، كلمة أخيرة. شكرا دكتور مهند، بصراحة يعني شرفتنا اليوم دكتور حميد وامتعتنا، وربما وضعت الأصبع على جروح كثيرة. نتمنى فعلا أنه تتكاتف الجهود العلمية الأكاديمية لأن نضع العراق في المقدمة. رجاء لدكتور حميد النعيمي بأنه الجامعة المستنصرية هي من أعرق الجامعات وأقدمها، وإن شاء الله اليوم موقعها في التصنيفات العالمية الآن يعني بتفوق واضح وتقدم واضح بين الجامعات العراقية والعربية. أتمنى يعني يحن البغداد ويحن إلى زيارة العراق ويزورنا عندما يكون في بغداد، أتمنى ذلك. شكرا إلى مرة إن شاء الله. إن شاء الله لكم. الله يحفظكم. شكرا لكم جميعا دكتور. وشكرا للدكتور محمد الصندوق ايضا ده اشوف موجود يعني محاضر، فتحياتنا له وللاخوه جميعا، شرفتونا دكتور. شكرا. الله يبارك فيك. شكرا بوريك. شكرا جزيلا لكم سيد رئيس جامعه المستنصريه، وشكرا للسيد مدير جامعه شارقه والسيد عميد كليه الاداب. شكرا جزيلا لكل من حضر معنا من الجامعات العربية والجامعات العراقية، تقبل وفاءك شكري وتقديري. نلتقي وإياكم إن شاء الله على الدوام على منصة كلية الآداب الجامعة المستنصرية والمحاضرات المميزة كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع. دمتم بأمان الله. مع السلامة. مع السلامة.